أهلا وسهلا بكم على قناة مهدي تي في. كنا تطرقنا في فيديو سابق إلى سوق السمك بميناء الصيد البحري بصفاقس، تجدون رابط هذا الفيديو في الأسفل في خانة الوصف. وتواصلا مع نفس الموضوع، زرنا سوق السمك بباب الجبلي ورصدنا لكم الأسعار وتفاعلات البائعين. السلام ومرحبا بكم، احنا تو في سوق الحوت باش نعملوا دوره وناخذوا فكره على الحوت على الاسواق وعلى الاقبال. السلام عليكم صديق، قد ايه الاحناس؟ 8000 بخير خويا عزيز. على قد ايه بارس؟ 8000. كلا حوت فريسك السلام عليكم. اعطينا فكره معناتها تو على قبل الناس على الحوت، ثم قبل من الناس شويه باهي صفا ثم الحمد لله. غلي برشا الحوت، غالي اللحم، غالي الدجاج، غالي كل شيء غالي. صعبت لا صعبت قفه مواطن رزنا حاله. يا ربي عينك اخوي، عايش السلام عليكم. شنو نوع الحوت هذا صديق؟ شنو نوع الحوت؟ فرب حرة. يا حناس هذا معروف. بارك الله حية. طب كيف صديق تم قبل من الناس على الحوت؟ موجود حوت كذا كم صلى عليك ترخص من الدجاج، الدجاج بريشو ب 4500 حوت كم صلى عليك حوت كم صلى عليك. المواطن قاعد يعاني مسكين، يعني في كل شيء المواطن وما زال يعاني. وانا عارف شرينا احنا شفنا شيء، ربي يرحمنا وربي يقدم. تو تاخو عند بحار انت طول؟ لا نخدم المرشد جروب بالشهر بالجروب بالمية كده نبيعه بالتفصيل. فهمتك. نخدمه هنا في الفيل ونخدمه في اللحم. ولا سوية بصفاء معناتها؟ لا والجميع طبيعي ما برشا لحم ودجاج وبرشا وخضرة وشيء نسمى خير لبس. حتى كمان في عيد أخير. الشهر الثاني كما كان شاطرين يتسدد على الزوال ما ثم حتى هو لحم البقر صرف 22 اللي وصلت حتى ل 2500 الزواليش مشي الخضرة ولا في الدجاجة ولا والحم ولا. بعد أن تحاورنا مع بعض بائع السمك، هذه صورة على الأسعار في السوق. السلام عليكم. Thank you.
سلام.